في إطار مكافحة الجريمة بمختلف أنواعها، خاصة ما يمس منها بالجانب الغذائي وصحة المواطنين، تمكن أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بقسنطينة من توقيف شخصين تتراوح أعمارهما ما بين 27 و29 سنة بتهمة جرحة عدم احترام إلزامية أمن المنتوج. حيثيات القضية تعود إلى قيام أفراد فرقة الأمن والتحري للدرك الوطني بقسنطينة بنقطة مراقبة بالطريق السيارة شرق غرب على مستوى جبل الوحش، أين لفت انتباههم شاحنة تبريد. بعد مراقبة الوثائق وتفتيشها تبين أنها تحمل ما يفوق 6 قناطير من لحم الدجاج، متمثل في لحم مفروم، سكالوب مجمد وغير مجمد، كبد الدجاج، فخذ الدجاج. عند معاينة ثلاجة الشاحنة تبين أنها معطلة وغير قابلة للاستعمال. على الفور تم توقيف المشتبه فيهما وتحويلهما والشاحنة إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق مع إتلاف معظم الكمية المحجوزة بالتنسيق مع مديرية التجارة، مديرية المصالح الفلاحية على مستوى مركز الردم التقني بعين السمارة.